واحد السيد تيسكن باب جديد كيشري كاع الديور كلهم، كاين سبع الناس كيخرجوا من ديورهم كياخذوا ديورهم اقل ثمن. انا ما عنديش ثبوت النسب، حنا ثلاث خوت من الاب خرجوني عامين ونص رجع لي القانون ثبوت النسب ديالي، هو دعاني بالافراط بغى يخرجني من داري بغى يخرجني من حقي، وانا باقا ما خرجوش ليا الكنيه ديالي. خمسه البرطمات وقهوه شرا من عند خوتي ب 35 مليون بلا اذني، وهضرتو بالحكام وطاريبه ومحكوم بالسوس وبالسوس وبالافراط، حيت هو شاري المدينه كلها القديمه، كيشري اي حاجه في المدينه، كيخرج الناس ويجيب لك الناس. انا نتحمل المسؤوليه نجيب لك الناس اللي مخرجوا في الزناقي، وتانا من هذوك الناس داعيني بإفراغ، وانا وارثه شرعيه، انا عندي ورقيه ثبوت النسب، عندي ورقاتي كلهم، ودعاني بإفراغ حيث هو كيتعنى، قال لك هو في البرلمان وعنده نفوذ، هو في الجامعه الحضاريه وكينتخبوا، عنده النصف مدينه قديمه سيدي، عنده النصف القديمه قديمه، وتغلبت معاه عند القودات وعند البوليس، وتغلبت معاه في العدل كله، ما قدرتش عليه، تيقول لي اجري وما عندك ما تصوري، وانا عندي الله وعندي انتوما، عندي الله وعندي انتوما، حقوق انسان، حقوق انسان عندي الله وانتوما، الله وانتوما، ما عندي لا حلال ولا حلال الدنيا، عتقوني ويخرجني بالتشرد، انا وبنتي، وانا 30 عام وانا كنتشرد في هذا الشارع، 30 عام بعت المسكه، قيد توريست، اول شيء واخد في العالم، تصوت محمد علي كراي، عندي 7 لغات، كنت كنجري في هذه الشوارع هنا، ودابا سيدي عرفني ما عندي تحت كتافي، بغا يلوح لي الزنقه هاد الناس وهو ياكلوني في هذا الشيء، وراه ما عنديش بالناس، ولا ما جريتش معايا تلقوني بدا المسنين، انا مزوقه بكم وبالله، اجريوا معايا، ما عندي تحت في الدنيا، راه انا وبنتي في الدنيا كلها، ما عنديش نتوما والله، نتوما والله، راه عايش معاك السيده سيدي، كون ما كانتش هاد الناس هنايا، كون هاد الابراغ الخلاني كون راني خرجت للزنقه سيدي، راه ما عندي لا حليل ولا رحيم سواكم نتوما والله، راه ما عندي فلوس، ما عندي والو، هاد الدار بغيت نموت فيها ونمشي، ما نموتش في الزنقه ولا نموت في دار المسنين، عندي بنيه كون ما كانتش عندي بنيه سيدي ما جريش على هادشي، عندي بنيتي كاع فلوسها طباتهم في المحاكم وجرات بالوراق من 2007، وحنا كيمشيو لنا فلوسنا في المحاكم.